السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف لو احنا عايزين نعمل لوفر بشكل سريع واقدر اتحكم فيه ومباشر. هقول له وول وهقول له انا عايز ارسم وول اركتكتشر، واختار كيرتن وول وابدا ارسم كيرتن وول بتاعتي بالشكل دوت. طيب قبل ما ابدا اعمل حاجة، هتبقى هنا في الفاميلي، هاجي في الكيرتن وول ميلينيون، اختار ريكتانجل ميلينيون، اختار هنا واقول له دوبليكيت واسمي ده لوفر، وهبدا ادخل في الايديت بروبرتيز، اختار هنا الانجل 30، الاوفست، البروفايل تقدر تغير البروفايل، البوزيشن، الثيكنس، الماتيريال ممكن تغيرها تخليها وود مثلا، تختار مثلا زي كده. اوكي، الدايمنشن تقدر تعدلها زي ما انت عايز. اوكي، وبعد كده هاجي اعلم عليها واقول له ايديت تايب، وهاجي هنا هقول له الهورزنتال، هقول له انا عايز اللوفر البوردر بتاعي ممكن تخليه سيركل عادي، الشكل دوت. عايزين نديله بقى العدد بتاعه، اقول له انا عايز مثلا فيكسد نمبر، فيكسد نمبر يبقى هتعدل من هنا، تكتب الرقم من هنا. طيب هقول له لا ده انا عايزها الديستنس، واقول له خليها مثلا مثلا 10 زي ما بالشكل دوت. طيب خليها 2 تظهر بالشكل دوت، ممكن تخليها 1 لو انت عايزهم يكونوا قريبين اوي من بعض بالشكل دوت. تمام. طيب عايز تغير بقى الماتيريال نفسها، تمام، تيجي هنا تقول له انا عايز اغير الماتيريال. ممكن تغير الماتيريال بمعنى ايه، بدل ما هو ازاز تخلي الازاز خفيف شوية، ممكن تخلي تغير النوع نفسه براحتك. ممكن تيجي هنا على دوست على تاب عشان اختار واحد فيهم. طيب الجلاسز دوت هدخل هنا، هو جلاسز بس ممكن تعدل تزود الشفافية تحت شوية، تمام اهي، بحيث كأنه مش موجود. تمام، هو كده يبقى مانيه. مثل الموضوع دوت ان انت في اي وقت تقدر تيجي هنا سهل ان انت تعدل فيه. بدل ما تقعد تكتب، لا مجرد ان تسحب كده هتلاقيه اتحرك معاك، وبرضه بالشكل دوت تقدر تيجي هنا وتعدل فيه زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل حاجة تانية. اجي هنا في الوول واقول له انا عايز ارسم وول، واختار وول تاني، هاجي هنا وادوس تاب واختار الجزء دوت، تمام، وهقول له انا عايز اعدل فيه، واعدله لكيرتن وول بالشكل دوت، فاتعدل معايا اوتوماتيك بالشكل ده زي ما انت شايف. تغير